يرفع الصوت بالكلام بالهاتف، يمشي في سكينة في الحركات، وقام في الهيئة. إذا وصل إلى المسجد، أكرمكم الله أخواننا، كما تضعنا عليك خارج المسجد، اترك الدنيا خارجا، لا تدخل بالدنيا للمسجد. المساجد لم تبنى للبيع والشراء وإنشاد الضالة، البحث عن أشياء مفقودة، الحديث عن السياسة، الحديث عن حتى كورونا، هذه الأمور. إخواننا اتركوا الدنيا خارجا، تدخل هنا، هذا بيت من بيوت الله. والله يعني هناك أشياء يفعلها بعض الناس، هداني الله وإياكم وإياهم، ما يفعلها في مكتب الشرطة. صحيح والله، اللعب بالهاتف، بعضهم يلعب، والأصوات وكذا، والرسائل، أفتح الرسائل، أفتح بعض أحياناً مقاطع اليوتيوب في كذا. إذا دخلت إلى المسجد تقدم الرجل اليمنى، انتبه، وإذا خرجت تقدم اليسرى، هذا معناه أنك تقبل إلى خير، تقبل إلى بيت من بيوت الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، أو ومن أظلم، لا أحد أظلم في هذا الباب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. خراب المساجد، لا تظن أن خراب المساجد فقط يكون بالتفجير والهدم ورمي الأوساخ والتخريب، لا، أعظم من هذا أن نجعل المساجد أماكن للشرك، أماكن للبدع، ندفن فيها الأموات مثلا، الرقص والأمور هذه اللي يصنعها بعض الناس. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع، لأنهم يرقصوا في المساجد، وعندما تسألهم ما سبب الرقص قالوا: سكننا بحب الإله، نحب رب العالمين. قال: وما أسكر القوم غير القصة، يعني أكلوا من الطعام والشراب حتى ما أصبحوا كالسكارى. تهان مساجدنا عن ذاك السماع، يعني هذه إهانة للمساجد، وتكرم عن مثل ذاك البيع. يعني يقول: ما يحدث هذا عند اليهود والنصارى في الأماكن التي يعني لهم للعبادة. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ يا أخي تدخل المسجد، تقدم إلى الصف الأول، لا تتأخر، لأن اللي يتأخر النساء وتقدم الرجال. بعض الناس يدخل المسجد ينظر في الساعة أو يتنحنح أو كذا، هذا ليس لك علاقة أنت بإقامة الصلاة. الإمام مؤذن، علاقتهم بإقامة الصلاة، وأنت متى كنت في المسجد أنت في صلاة، والملائكة تستقبل لك. والله عندنا أحد العوام المسجد، دخل المسجد يوم من الأيام ونظر في المؤذن، ونظر فيها كذا، ونظر في الساعة، وقال للمؤذن: أقم الصلاة. من أنت؟ المهم قال: أقم الصلاة. المؤذن رجل حكيم، أقام الصلاة وصلى للناس وخرج المؤذن، وخرج هذا الرجل. فالمؤذن تكلم مع هذا الرجل خارج المسجد، قال: كيف الحال؟ والله طيبين. قال: ايش الاخبار؟ قال: بخير. قال: كيف ايش حصل في دولة كندا والسياسة؟ المهم اخذ يتكلم معه في مواضيع مثل كورونا مثلا، وهذا يتكلم معه. قال: كم لنا نتكلم؟ قال: تقريبا ربع ساعة. قال: يا ما تخاف الله، ما استطعت ان تبقى في المسجد 5 دقائق، وهنا في الخارج تتكلم معي في امور الدنيا، لو نقف ساعات طويلة لا تمل. آخر مرة تدخل إلى المسجد وتقول فيها أقيم الصلاة، لو قلت هذه الكلمة سأقول أمام الناس: هذا جلس معي في الشارع ربع ساعة وزيادة أتكلم في حديث الدنيا، وعندما أدخل المسجد لا أريد أصلي. إخوانا تقدم وصلي ما كتب الله لك، اقرأ القرآن. أما أننا يعني نصنع أشياء، لو دخل الآن علينا مثلا في المساجد رجل غير مسلم، ايش يقول؟ بالله ايش يقول؟
إذا أراد أن يتعلم الدين أو يعرف حال أهل الإسلام هو يتطلع، اسألوا الشباب هؤلاء اللي يقيموا في بلاد الكفر، اسألوهم، يقول الكافر يتطلع يريد يعرف ماذا نصنع نحن في المساجد. نعم يريد يعرف أنت إيش تصنع في المسجد. بودي جارد التقيت به في دولة من الدول الأوروبية، هذا بودي جارد يعني يسموه حراسة، يحرس مكان للفجور والفسق. المهم أمام المكان اللي يحرس فيه المركز الإسلامي، وهو دائما يراقب المركز الإسلامي. دخل يوم من الأيام المركز الإسلامي، هو بودي جارد ما شاء الله جثة طول في عرض، فدخل المركز الإسلامي وقال إيش عندكم هنا؟ عندنا الإسلام. قال إيش الإسلام؟ قال الإسلام صلاة وكذا وكذا وكذا. قال أين النساء؟ قال النساء لهم مكان مفصل على الرجال. قال أين الخمر؟ قال ما عندنا خمر. قال سبحان الله، هذا اللي أريد أنا، لا خمر ولا اختلاط ولا كذا وعفة وحياة وصلاة وعبادة، أنا أريد أسلم. يدخل داخل الآن إلى المساجد ينظر الحال فيها، من يعني يلعب ومن يلهو ومن يتعدى على المؤذن ولا على الإمام. إخواننا لابد نعرف، الشيطان يريد نفترق ولا لا؟ والله صدق، الإمام عندما يصلي الآن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، إيش يقول؟ لماذا لا يقول إياك أعبد؟ لأنه كأنه يقول يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق، نجتمع على رب واحد، على نبي واحد عليه الصلاة والسلام، على شريعة واحدة، أمة واحدة، قلب واحد. أخوان الشيطان يريد يفرقنا. إلى متى الشيطان؟ إما مشاكل مع الإمام، إما مشاكل مع المؤذن. بعض الناس يأتي للمسجد ويبدأ بالغيبة والنميمة على الإمام وعلى المؤذن. هذا بشر، أنا لا أدافع عن الإمام. الإمام يخطئ والمؤذن يخطئ وأنا أخطئ وهذا يخطئ، لكن نسدد ونقارب، ننصح، نتعاون، نكون يعني في هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، نكون كما كان الصحابة رضي الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأخواننا والله المساجد هذه، والله نحن لم نعرف قيمة المساجد. اسألوا هؤلاء، والله هؤلاء الذي يعيشهم بلاد الكفر يعرف قيمة هذه المساجد. إنه إذا دخل في الدول الأوروبية هذه إلى المسجد يشعر أنه دخل في الإسلام. الله، ما عرفنا قيمة المسجد كما عرفوهم. فالله بهذه المساجد نعتني بها، وخاصة عمارة المساجد ليس العمارة الحسية، العمارة المعنوية أفضل من العمارة الحسية. الفرش والنظافة أمر مهم، لكن نجعل المساجد أماكن لذكر الله، لقراءة القرآن، تأتي تخشع، تتذكر الله سبحانه وتعالى، تسجد يفتح الله عليك بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن، تتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والله أعلم.